فالاحاديث بتاعت البخاري والمسلم بالذات لازم تراجع. ولما يتبقى البقية التي لا تخالف القرآن ولا تخالف العقل نستطيع نحن نلحقها بتفسير أو توضيح، لكن ليس زيادة زي ما ادعى بعض السلف في القرن الخامس أن السنة قد تزيد على القرآن في التحريمات أو في الحدود، زي ما بيقول لك كده حد الردة مش موجود في القرآن، حد الزنا المحصن مش موجود في القرآن، حد الخمر مش موجود في القرآن. مفيش حاجة أصلا ممكن تزيد كحدود أو كتحريمات غير اللي موجود في القرآن، ده قولا واحدا. اما احتياجنا للمتبقي الصحيح من السنه اللي هو الاصل اللي هو ما حدش جه جنبه، العبادات والمعاملات، بعض المعاملات واصول العبادات، ده احتياج مش هنستغنى عنه ابدا. انما المشكله في احاديث البخاري هي ما فوق ذلك بكثير، منها تصاريح القتل السهله، منها التخلف الذي شاع في المجتمع بسبب احاديث السحر والحاجات المتخلفه دي، منها ذهنيات كثيرة جدا، انتقاص حقوق المرأة، الحط من قدرها، التخلف، الدخول في التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، فيخلوا نوصل في الآخر عندنا دين بيبقى بيختلف ومعاذ الكساس بيتحرق ولا لا، بس عنده مشكلة مع نمص الحواجب، مع ثلاث شعرات من حواجب الست تخش النار ملعونة خالدة فيها، ده اللي وصل لنا في الآخر. فتنقيح الأحاديث امر واقع، الموضوع منتهي، قداسه البخاري ومسلم انتهى الموضوع ده من خيال الناس، يتبقى ان هم ناس كويسه فعلا حاولوا يصلوا للحقيقه بس ما وصلوش ليها كلها. ما ينفعش اخد الكتاب كله كامل زي ما هو، فاحنا هنظل مع احتياج ما بعد تنقيح السنه للاحاديث التي تعضد وتفسر القران فقط مش زايده عليه.